صباح الخير، صباح الخيرات. ان شاء الله كلكم تكونوا رجعتوا وعيتوا ورجعت ابتسامتكم على وشكم، لانه الحياه دائما بتكمل مع كل الاهتزازات اللي حسيناها. يمكن كل مره اكثر من مره عم نتاثر، لانه بنصير نحس الامور. انا قلت مناوره، يعني مثل واحد عامل مناوره اول مره، ثاني مره، هلا استحقيناها. فهيك ان شاء الله نضلنا قادرين نربط جأشنا ونضلنا مهتمين بنفسنا وبالحوالينا. مش هيك كمان بترجع برامج التلفزيون بتقلع بكل المحتوى يلي بنقدمه للناس، ان كنت ثقيفه او حتى ترفيهي، لانه الحياه بتكمل. مثل العاده المهندس شاكر نور موجود معنا. اهلا وسهلا فيك شاكر. صباح النور. والحمد لله على سلامتك. وسلامتك. ثانك يو. اليوم شاكر موضوع كثير مهم، لانه في كثير ناس عن جد ما بتعرف تحسب حسابات الكهرباء، ومنفوت بالفولتاج والامبيراج وكيف نحسب وهيدا الكهرباء قد ايه بتصرف، الا يلي عن جد عم بيقدر يقسم فاتورته بطريقه هو عنده فيها المام. خلينا نتعرف اكثر على هيدي التفاصيل يلي يمكن كانت تحصيل حاصل بالنسبه لنا، ما كان حدا ينتبه كم امبير وكم. صح. هلا كل شيء قد ايه بيصرف. هلا في هزه جديده جايه علينا، هي فاتوره الكهرباء الجديده. يلي كتار عم بيتشكوا منها، مشان هيك بدنا نشرح انه خلينا بس يكون في مشكله ومعنا حق فيها نمشي بالمطلب للاخر. عظيم. بس اوقات كثير بننق على اشياء ما معنا حق فيها. بالمفهوم التجاري بدي اعتبر انا تاجر، انا شركه، انا اليوم بشتغل لعيش، لاربح شوي، لاستمر، لكمل. صح. نحن ما صدقنا امتين شركه الكهرباء خلصوا هالمصريات، للأسف يعني رب ضارة نافعة، خلصوا هالمصريات وبطلوا قدرانين يدعموها. وهذا الدعم على مدى 30 سنة خلى أنه هالشركة عم بتبيع بأرخص ما بتكلف. 100%. ولما معروف أنه كيلوات الساعة بكلف 15 سنت، نحن كنا نبيع ونشتري نحن كمواطنين كلنا سوا ب 9 سنت، غير اللي عم بيسرق. هلا ما بدنا نخلط شغلتين مع بعضهم. أول شيء ما لها علاقة كيف منفوتر فاتورة الكهرباء بوضعنا المعيشي. يعني شركة الكهرباء أكيد بتفكر إنه أنا شو بنتج، شو بطلع شرائح المجتمع، ولهيك إذا بتطلع بالفاتورة الجديدة مثل كأنه فهماني المجتمع كيف صار. كنا نشتغل على 4 شطور، صرنا نشتغل على شطرين، مثل كأنه عم نقول فقير وغني. الفقير عم بياخد بعشرة سنت يلي هي تحت الكلفة، ويلي هي رقم كتير منطقي وكتير مدعوم. يعني كلفة الكيلووات هي 15 سنت، أول 100 كيلووات عم ناخدهم ب 10 سنت. أوكي. وهيدي شو لازم نعمل نحن كبيوت بدها توفر وبدها ما تدفع كتير بالفاتورة؟ لازم نحصر حالنا خلال هالشهر ما نصرف أكثر من 100 كيلووات. اليوم رح نتعلم شو هو الكيلووات، لأنه بعض الناس ما بتعرف، يعني بتدور بتمشي وما بتعرف إنه هالعداد يلي ماشي شو عم بيحسب له وشو معناتها كيلووات. رح نشبهه بطريقة مبسطة وهيك، بس يبلشوا يمرقوا الصور رح نفرجي شو معناتها كيلووات. كيلووات ساعة تقريبا، هلا انا ماني شايف الارقام هيدي ما حسبت لها، بس بس تقريبا خليني اقول مثل من عندي، هو عاطي كذا مثل، خليني اقول انه لمبة 100 واط ايه بدها 10 ساعات تدور لتصرف كيلووات. يعني بس صير عم تحكي مش التوفير اللي نحن حاطينه، لا حيالله شيء بيصرف، خليني اقول تلفزيون. أوكي. خليني اقول اي شيء بيصرف 100 واط. كيف بعرف قد بيصرف؟ بتطلع بدنا نقرا على الديسكربشن تبعوله ونشوف شو بيصرف ميلو بالواط. هلا خلينا نقول بس واط، نعتمد الواط، مع انه في الفولتج. صح. يلي هو ما فيك تغيره، انت 220 فولت دائما. والامبيراج يلي هو وانس انت اشتريت لاول مره، اشتريت ساعتك واشتراك ساعتك، اشتريت الساعه على امبيراج معين، فاذا ما كثير بهم الامبيراج. هو أوكي. الامبيراج نوع كميه السحب يلي انا بسحبها. يعني نحن بنركز على الواتاج، فاذا كل قطعه كهربائيه ببرم وبتطلع وبقرأ هي وبحسب لها. خليني عم نستعمل هالارقام البسيطه. أوكي. 100 واط، اي شيء بيصرف 100 واط، لما بدوره انا على 10 ساعات سجل لي كيلو واط بالساعة. يعني ماما ما تتركوا التلفزيون بالأوضة داير إذا أنتوا هلأ بالسالون، لأن أولادي بالبيت. حتى أبسط الأشياء يلي هي بنتركها، مثلا التلفزيونات يلي ستاند باي أو أي أشياء بتضل ستاند باي، كل شيء ستاند باي معناتها عم بيصرف. معناتها نحن إذا بدنا نوصل للتوفير الكامل لازم نطفي كل شيء كهرباء. ونتأكد كيف نتأكد؟ بنروح على التابلو
وبنطفي ديجونتور ورا ديجونتور، واذا حسينا في ديجونتور رغم انه طفيته بعده العداد ماشي ايه؟ معناتها في خلل بالبيت، فاذا نوقف الهدر التقني يلي موجود. يا خلل يا حدا معلق على اوقات كثير بيوت بيتسجل عليها لانه في خلل بالبنايات. لنحكي بصراحه بالبنايات اوقات بيصير في سرقه، يعني من جار لجار حدا بيعلق كذا، لكلهم نكشفهم هودي، نطفي ساعة الكهرباء، نطفي كل الديجونتورات ومنراقب عدادنا نحن ونشوف اذا وقف العداد معناتها هيدا الوضع مزبوط ما في هدر. على التقريش اذا بدي اقول، اذا نحن انتبهنا لنقول عندنا ثلاث تلفزيونات واجمالا بنضويهم كلهم وبنترك او بضلهم ستاند باي، شو عم يعمل لي توفير اذا انا قاعد باوضه مع تلفزيون هوديك اثنين طفيتهم؟ انا قيمه الواط يلي بيصرفه هالتلفزيون. هلا لنقول لنضل بال 100 كيلو واط يلي هي الشطر الاول ال 10 سنت ولنوفر فعلا لنوفر، بدنا حساباتنا تقريبا بدنا نصرف 3 كيلو واط بالنهار. بقى بدنا نبلش نعمل حساباتنا انه ما اتعدى 3 كيلو واط بالنهار شو ما عملت. اوكي، حاسب البراد اللي هو دائما مشكوك، شو ما هلا البرادات مثلا احدى الاشياء اللي لازم نحدثها، في البرادات القديمه يلي بدها تتقلع بدها مصروف كثير عالي ولا تستمر والترموستات منزوع، هيدا خلل بالبراد. البراد الجيد يلي بيكون اول شيء بابه بيسكر مزبوط، معزول، ببرد مزبوط. بعدين نصيحه، علو بس يكون في يلي بيستعملوا طاقه شمسيه، علو الترموستات ليجلد مزبوط البراد لتستفيدوا انه ما يدور وقت الكهرباء او وقت اله. هلا رح نحكي بالتفاضل بين مصادر الكهرباء، بس هيدا هو اسطر مي او نبريش مي لنشرح. الفولتاج هو الضغط، يعني قديش عندي ضغط بقلب هال الاسطر المي. الفولتاج ما بيتغير، 220 فولت ثابت ما بيتغير. الامبيراج هو تخن هالقسطر، قديش قدرت هالقسطر يعطيني مي بالهي. مشان هيك بس نشتري ساعه بنقول بدنا نعطي اني خدها 15 امبير 20 امبير 30 امبير، هيدي معناتها عم بقلها لشركه الكهرباء انه انا اذا اشتريت منك 40 امبير معناتها انا في امكانيه بيوم ما اخذ منك 40 امبير. شو بدها تعمل شركه الكهرباء بالمقابل؟ بدها تحسب انه هيدا الانسان بركي اخذ 40 امبير كل الوقت، لهيك بدها تنتج 40 امبير كل الوقت. هون لازم نفهم ليش بندفع اشتراك نحن. انت هلا بنشرح شوي عمليه المصروف الثابت للشركه والمصروف المتحرك اللي هو مربوط بالانتاج. فاذا اذا الفولتاج ثابت واذا الامبيراج ثابت اللي هو تخن النبريش اللي عم نحكي عنه، شو اللي عم بيتغير؟ عم بيتغير الكيلووات. فاذا لنشبه الكيلووات مربوط بالزمن كمان، بنقول كيلووات ساعه. كيلووات لوحده ما بيعني شيء، يعني هو كيلووات هو بنقراه على الديفايس على المكنه، بنقرا من ورا بنقول 100 واط 100 واط او 1000 واط او 1 كيلووات ما بتعني شيء الا اذا ترجمناها بالوقت. يعني انا اذا دورتها هلا وطفيتها باللحظه ذاتها ما رح تصرف شيء، اذا دورتها على ساعه بتبلش تسجل لي كيلووات اور. اوكي، بس كذا كيلووات كمان لها علاقه بالامبير، يعني انت اذا عندك لا الامبير الامبير هو قدره ساعتك شو تعطيكي البوتنسيال تبعولها. يعني عليتها ما بتقدر تعطي، يعني تخن النبريش عم نحكي عنه انه هيدا قدرته ماكسيموم تحت ضغط معين، وهيدي المعادله اللي بتذكروا شوي ايام الفيزيك كثير حلوه. هلا انا رجعتني ل معلش رح ذكرك شوي بالماضي الحزين. انا عملوا لي حفله بس بالفيزيك عملوا لي احتفالات، بس هيدي كثير بسيطه. هيدي بتفرجينا انه الكيلو وات هو الامبير ضرب الفولت مقسوم على 1000. ليش مقسوم على 1000؟ لان انا ايام مدرسه ما فهمتها. هلا اعيد شو هي؟ هلا فينا نبسطها ونقول مش كيلو وات، فينا نقول وات هو امبير ضرب فولت. يعني امبير ضرب فولت على 1000، يعني لاعرف حالي انا الوات هو مصروفي، الامبير هو قدرتي، والفولت هو الضغط بقلب الهي. الضغط ما بيتغير والامبير ما بيتغير لانه انا بعرف انه هالمكنه هالقد بتسحب، هالموتور بس يدور هالقد بيسحب، اوتوماتيكلي بيطلع لي الكيلووات. شو هي الاور؟ هو الوقت يلي بتركه. فاذا انا في ضوي لمبه 100 واط
على دقيقة، على ربع ساعة، على ساعة، بس يصيروا 10 ساعات رح يصيروا 1 كيلوواتر، معناتها أنا سجلت أول 10 سنت. هيدي فينا معلش أولادنا حدا يساعدنا بنعمل تابلو إكسل، وفينا كل يوم نقرأ هالعداد ونقدر نراقب بيتنا شو بيصرف كل يوم. ومشان هيك قلت لنضل بالشطر الرخيص يلي هو 10 سنت لازم تحصروا حالكم أنه كل يوم 3 كيلوات. هلأ المنيح أنه إذا شي نهار أنا ظهرت من البيت وما صرفت هال 3 كيلوات بقدر اربحهم بتاني يوم واصرف 6 كيلوات. مشان هيك ستات البيوت للغسيل وللجهد اللي بده جهد ولا هي بدنا نوفر بايام معينه. يعني مزبوط بغسله مره بالجمعه هي صح، يعني بدهم يرجلجوا. انا عم بقول هيدا المنطق الحسابي. رجلجوا يا عقد انا عقلاتي يعني متواضعه. نحن مثلا مثل ما عم تقول ليه الواحد بياخذ 5 او 10 او 15 امبير اذا ما عنده هالقد قطع بالبيت عم تشتغل؟ مشان هيك في غلطه كثير كبيره. في ناس راحت ركضت واشترت ساعات كبيره وهلا واقعين بمشكله انه اشتراكها عالي. يعني نحن بنعرف انه بالتعريف الجديد الاشتراك هو 21 سنت على كل امبير. يعني انا ب 5 امبير فيني اعيش عادي بضل تلحق السشوار والغسل. كل يلي طلع على السوشيال ميديا وبيحطوا فاتوره الكهرباء وبلشوا يا حراميه ويا نصابين، اذا بتطلع طلع بالفاتورة، أنا في فاتورة راقبتها طلعت إنه تريفازي ب 30 أمبير، معلش ساعة تريفازي ب 30 أمبير، هيدي مش للشعب المعتر، يعني الشعب الطبيعي العادي يلي مفروض 15 أمبير تكون أكثر من كافية. طب خلينا كمان نفندهم، 15 أمبير، يعني عندك براد العادي، عندك غسالتك، عندك أي سي واحد، واللهم بتستعمل سشوار بقديه بلانش. خليني اقول انه بهالازمه الناس تعودت تمشي حالها ب 5 امبير. 5 امبير معناتها تلفزيون ولمبه وبراد. انت بهالقدره لما نزلتي على هالمينيموم معناتها بالكهرباء لازم نكمل بهالتوفير. قول هيدا التوفير مش بخل، خلينا نوضح شيء. هو توفير لما بنعمل حساب لانه تعودنا على 30 سنه كهرباء ببلاش وبتحت الكلفه ومدري هون ضوي ويا ماما طفي وراك وما يطفي وما بعرف شو، كلهم هودي الخبريات لما تعودنا نعملهم. طيب انت لما بتظهر لبرا، انا مره كنت بزياره لقبرص شفتهم معجوقين وكل ما في ديجونتور يجن جنونهم بس يكون داير ويرقدوا ويحكوا بالقبرصي وما افهم عليهم. يعني بعدين فهمت انه هيدا ديجونتور شفقوه بقبرص بلد الشمس يلي هي كلها طاقه شمسيه فوق سطحها من السبعينات، بيعتلوا هم اذا دار شفقوه لانه تفتح لتاخذ دوش بالضوء مع 30 سنه. شو كلفه الكيلووات بالمانيا؟ شو كلفه الكيلووات؟ ما في كهرباء ببلاش بكل العالم. هلا بس كان المبدا قبل هو مش توفير، هو كان للطبيعه افضل، صديق للبيئة صح؟ شغلتين مع بعضهم بيشتغلوا. الدول حطت سياسات صديقة للبيئة ومشان هيك لبنان ملتزم بهالمعاهدات وملتزم انه يأمن 20% من طاقته يلي بيحتاجها تكون طاقة بديلة، يعني طاقة شمسية. انا بقول لبنان تقديراتي وبعد ما في ارقام نهائية بس بيقولوا انه لبنان امن اكثر من 20% لانه مرغم اخاك لبطلا. اضطرينا نروح على الطاقة الشمسية. وهلا رح نعمل مقارنة بسيطة بشو هي مصادر الطاقة الرخيصة. يعني انا بشو ببلش؟ انا اذا عندي طاقة شمسية طبيعي بلش بالطاقة الشمسية. بس المشكلة وهون ما بينتبهوا لو في كتير بعدين اكتشفوها، انه انواع الطاقة الشمسية اللي بتتكل كتير على البطاريات والتخزين وعلى نوعيات بطاريات عاطلة مصروفها اكبر بكتير من الموتور. لانه البطاريات العاطلة بتكون ريزيستانس عالي جدا وكل ما جيتي تتشرجيها بتاكل كتير كهرباء للتشريج وبتحولهم حرارة بدل ما تحولهم طاقة مخزنة. وهون بدهم ينتبهوا انه انتو بس تتركوا الطاقة الشمسية تتشرج على الكهرباء انتبهوا الداعي عم تسحب منكم. وفي انفرترز تقدروا تتحكموا دي قدرة السحب. مشان هيك انا مثلا عندي وهلا رح نفرجي اكزامبل اخر شيء، انا مثلا بالربيع والصيف لما بتصير الشمس ثابتة انا بطفي ساعة الكهرباء وانا ما عندي موتور من 7 سنين. واو. هلا مش كل الناس قدراني او فكرت ولما ركبت طاقه شمسيه صاروا يضحكوا علي انه بشو بالك والكهرباء ببلاش ولا شو عم تعملها، بس انا كنت عارف انه ما فينا نكمل هيك، واصلين على مطرح رح نفوت بالحيط. طب خلينا نفوت شوي ديب بالقطع، يعني اذا هلا ستة البيوت عم تحضرنا هلا فينا نشيل لك اياها هاي الصوره عشان تعمل لك كريزه. ثانك يو. بعمل فحص اخر بس هاي المعادله لازم يحفظوها. مشان هيك بشوف على الديفايس تبعولي كم امبير كم فولت. هيدا التابلو الشهير. طيب خليك دقيقة هالتابلو بس أسألك هول الكم سؤال. أفضل قد تكون حرارة البراد
ثلاثة، هنا بيجوا من الواحد نقول للخمسة حسب ثلاثة. المخزون. بتعرفي في ستات بيوت شاطرين لما يرجع هيك يقل. احسن كومبينيشن يلي قدران. هلا انا ما بدي نظر وبدي لا بس قلي هيك نورمال، بدي عارف انه عم بيشاهدونا قد ايه بحط الحراره ايه بيش انه بشو باله هيدا وعم بنظر علينا. انا عم بقول يلي قدران بيكون عنده فريزر وبراد. ليه الفريزر؟ لانه الفريزر بيحمض ثلج اكثر وبيجلد اكثر وبيكون معزول احسن. أوكي. وهي بترك كل الاغراض اللي ممكن تنتزع بتركها بالفريزر، وبترك بالبراد الاشياء اللي معرضه. لا بترك البراد يدور، بس البراد لانه بينفتح ويتسكر بيعمل هدر كبير، مشان هيك لما يضل يدور ويطفي ويدور ويطفي. أوكي. بشيل منه الاكل يلي هو معرض. وهون ست البيت هي بتعرف اي ماكولات حساسه، لحوم وقصص. بدك الفريزر قد لازم تضل هلا الفريزر يعني لا تسحب كهربتها والثلج والبراد نفس الشيء. ما هي في معادله نوعيه الاكل، يعني انا ما بعرف من مدامتي انه في نوعيه اكل حتى لو جلدتي البراد ما هي بدها تتصرف فيهم. مثلا بالنهار بتقول لي ما تجلدهم هالقد لانه بصير بضطر اعمل ديفروست عليهم. النوعيه في نوعيات بتحمل ماينس 10 ماينس 15، في برادات ما بتوصل لهيك، يعني البرادات القديمة ما بتوصل لهالأرقام. بقى ما ننتبه، وفي برادات بتجلد وفي برادات على الهواء. كل واحد حسب لازم يتصرف على حسب شو في بقى. نفحص برادنا أول شيء نشوف قد ايه عم بيشفط، وإذا حتى قريت أنونس في شركات عم تعرض إنه بنبدل لك موتورك القديم بموتور جديد انفرتر، وهيدي شغلة لازم تعملوها. معلش إذا عملنا شوية انفستمنت أول شيء لنحسن، مثل ما عملنا بالإضاءة وحولناها كلها للد، ضروري نحول المكانات اللي بتصرف كتير. مثلا ترمبات المي، ترمبات المي 1000 1005، ما فينا نترك ترمبة المي دايرة كل النهار ونسأل ليه عم بيطلع مصروفنا عالي. 100% هيدا توقيت. رجعت هلا يا ريت التابلو بيطلع لنقول بعد كم سؤال. يلا انه الغسالة مثلا هلا اذا فينا نتحكم نحن بحرارتها ديزون، منعلي حرارة على 20 دقيقة غير ما تكون حرارة واطية على ساعتين؟ الأفضل ما تسخني من الغسالة، لأنه الغسالة فيها كذا بروجرام. ايه؟ الأحسن أنه تنقي البروجرام يلي ما في تسخين، لأنه ايه؟ تسخين الغسالة هو على الكهرباء. تسخين الغسالة هو على الكهرباء. اوكي. أنت إذا عندك شوفقو وعندك غسالة الغسالة بتسخن بوقت كتير سريع وبتسحب أمبراج كتير عالي وواتاج كتير عالي. ايه؟ بينما الشوفقو أنا بقدر أتحكم فيه، يعني شوفقو معروف أنه عنده يا 1000 يا 1500 يا 3000 يا 2000 يا 3000، هلا حسب الشوف او حسب نوعيته. بس انا بروح اكثر على الشوف او يلي بيكون بطيء. ليه؟ يعني وقت طويل على حراره 40 احسن من حراره 90 على 20 دقيقه. 1000 واط 1000 واط اول شيء ما بيعرض لي ساعه التيك او ديجونتور التيك، وبعدين بقدر استعمله. حتى في ديفايس اليوم فيهم يشتروه من السوق بيقدر يعطي شوف او، لانه شوف او ريزيستانس، شو ما بتعطيه شو ما بيسخن. بتقدري ما تعطيه 1000 واط، بتقدري تعطيه 500 واط. أوكي. بياخذ وقت دوبل اكثر. بس خلينا نقول انه شوف او لما بيدور 1000 واط معناتها انت بساعه عم تصرف كيلووات. يعني بدنا ننتبه على هيدي الشغله، انه شوفوا ما فينا نتركه كل الوقت الا اذا الترموستات تبعوله بيطفي على الوقت. أوكي. وبيدور على الوقت، بلس انه مية السخنه بدنا ننتبه يا نسكر المي السخنه يا وبدنا نعزل الاساطير. بتعرف اوقات الشوفوا بيحطوه كثير بعيد عن الحمامات، بس تفتحي انت المي بيروح كثير مي منه ليتوصل المي السخنه. هو كلهم عوامل بيخلوا انه نصرف كهرباء اكثر. يعني معادله التايم الوقت مقابل الحراره العاليه ما بتنطبق على الاشياء اليوميه نحن بنعملها. اذا ما في عزل بنكون عم نهدرهم كلهم سوا. يعني اوقات كثير بننتج كثير مي سخنه بس نحن عندنا كثير هدر، مثل كانه ما عملت شيء. بينما يعني مشان هيك شو الشغل اللي بدنا نعمله اليوم؟ اول شيء عمليه المحاسبه، نتعلم هالحسابات هيدي نعملها ونعمل تابلو للكهرباء ونراقبها. وهي مع الوقت بعدين انت يعني انا بلشت كل يوم بيوم، وبعدين كل جمعه، بعدين مره بالشهر، بعدين تعودت خلص صرت اعرف انه نحن امتين البيك تايم وامتين لو تايم. هيدا التابلو يلي بيطلع عندي انا في رح بلش من تحت يلي هي الكونسامبشن. يعني انا لحديت هلا هالشهر صارف 336 كيلو وات. هلا انا لانه عندي المكتب والبيت فوق بعضهم بقى مع بعضهم عم بيصرفوا هالقد. انا مدور الجنريتور تبعولي الموتوري ايمرجنسي، هيدا بيدور بس ايام مثلا وقت مرة جمعه الماضي 3 ايام غيم وعتمت. اوكي ما قدرت ولا بقى ما في والكهرباء كانت بعدها عم تجي ساعه. أوكي. بقى ما في مصدر، بضطر انه بيدور الموتور اوتوماتيكلي، صارف بس 10 كيلو وات من الموتور، اخذ من الكهرباء 243 كيلو وات. فاذا تخطيت انا عمليه ال 100
أول شطر وبلشت بثاني شطر. إذا منراقب أنه مصروفي أنا كله سوى 336، الطاقة الشمسية عطيتني منه 262، نسبة عالية جدا، يعني 75-80% أنا كنت ماشي على الطاقة الشمسية. طب ليه إذا بجمع الطاقة الشمسية والكهرباء مع بعضهم بيطلعوا 500 كيلووات مع أنه مصروفي أنا 336 كيلووات؟ الفرق وين راح؟ فرق راح تشريج البطاريات وقت ما بيكون عندنا طاقة شمسية وما عندنا كهرباء. فهون هالقد تشريج البطاريات ممكن يكون نص المصروف تبعولنا، بكون تنتبهوا لهم. شو بيعملوا بهالحالة؟ أول شيء فيهم يعملوا ليميتيشن، يقولوا مثلا أنا البطاريات ما بدي شرجهم إلا لساعة أو لساعتين. أوكي. بدنا بس تروح الكهرباء وتروح الطاقة الشمسية، بطارياتنا ما نستهلكهم لأشياء ما إلها عازة. يعني إذا أنا بطاريتي 100% ما بدور استشوار على البطارية، ما بدور الفرن الكهرباء على البطارية، بيقتلها للبطارية. وقت يعني كتير سريع خيالي. البطارية هي للإمرجنسي، مشان هيك البطارية إذا بقدر أسحب منها أنا 100 واط 150 واط حاجتي بالضبط، يعني لمبة تلفزيون المينيموم بخليها عايشة وخليها منا بحاجة لتخزين، بلس أنه نفحص بطارياتنا. في بطاريات بس تنتزع بتبلش الريزيستانس تبعولها الداخليه هي تاكل الكهرباء، يعني بطاريه اذا شرجتيها وتركتيها وهيدي فينا نراقبها، اذا تركنا البطاريه فتره يومين ثلاثه بدون كهرباء عليها بدون شيء، اذا شفناها نزلت معناتها البطاريه انضربت خلاص وبلشت تاكل الكهرباء تبعولها. اكبر مصروف كهرباء بيكون لما منشرج بطارياتنا ومندور هالاشياء يلي هيفي لود يلي بتاخذ كثير باوقات منا بيك تايم. فاذا البرمجه على هالاساس بهيدا التابلو شو بتفهمني انه انا احسن شيء اخذ من الطاقه الشمسيه، اوكي، اوفر شيء. ثاني ارخص شيء اخذ من الكهرباء لانه 10 سنت او 27 سنت حسب الشطر. اسوأ شيء اخذ من الموتور لانه موتور الاشتراك تقريبا 50 سنت معدله، وموتور الخاص بالبيت بيوصل للدولار بالكيلووات. فاذا هالقد الكلفه عاليه لانه يعني موتورات الصغيره السايلنت يلي هي على البنزين مصروفها تقريبا دولار، موتورات الديزل هي ارخص بس ما في مين مكان يركب ديزل لانه بيطلع صوت وهيك. فاذا هيدي الاولويه اللي بقدر اشتغل على المصادر الكهرباء. يعني نحن ممكن نوصل نستغنى عن الموتور؟ اكيد الموتور يلي بنشترك فيه. قلت لك 7 سنين انا بلا موتور، موتوري مثل ما شفتي دار بفترة الشتاء القاسي يعني والعتم والهيك دار بس 10 كيلووات. عملت شي حسابات انه انا قديش بدي يعني كم فاتورة موتور فرضنا على 10 امبير، خلينا نحسبها مقطوعة بدي لاشتري بطارية او اعمل سيستم طبيعي؟ اذا هلا حدا قرر يقاطع انا ما بدي ادفع موتور، وحسب انه عم يطلع عليه تنقول $100 بالشهر مصروف موتور ما بين اشتراك وسم البدن وكل هيدول، قد ايه بده كميه ليقدر يعمل سيستم بسيط يقدر يستغني كومبليتلي عن الموتور؟ بتعرفي انا عم براقب الموتورات. انا بنصح انه ما تفوتوا بهالجدل، هيدي خدمه موجوده. صاحب الموتور بده يجيب ال 50 سنت للكيلووات مهما كلف الامر، مره بسميها تي في اي ومره بسميها اشتراك ومره بسميها هي. بس هيدي كلفتها 50 سنت، انا بدي اوفر بطلع من ال 50 سنت وبروح بستعمل كهرباء، مشان هيك اهميه الكهرباء، وهون اهميه انه نحن اوكي. بس انا اذا بدي بديل يعني راحت الكهرباء قد بده يجيبوها؟ 6-7 ساعات ما بعرف. هلا على الاربع ساعات اللي عم تجي انا كافيه وافيه بالنسبه لي، لانه انا تقريبا بساعتين بشرجوا بطارياتي، وانا الساعتين التانيين بستعملهم. واوقات كثير انا بعمل ليميتيشن، يعني في انفرترز بتقدر تحددي قد ايه تسحبي من الكهرباء وقد ايه تسحبي من الموتور. انا تقريبا مثلا بالبيك تايم وقت الحاجه عندنا عشاء عندنا خبريه بفتح له وبقول بسحب 30 امبير 40 امبير، هيدي تسكيره الحنفيه. ايه هذا انت عم تتحكم بهيك. بينما انا بقول لها للطاقه الشمسيه ما تسحبي اكثر من 5 امبير يلي هي حاجتك، افضل وضع بيكون. ما هيدا السؤال، يعني انت قادر تعيش ببيت فيه 4 ساعات كهرباء من الدوله بلس البطاريه اللي انت عم تقدر تتحكم؟ هون في ناس رح يقولوا مش كلنا قدرانين نركب طاقه شمسيه. ما هيدا السؤال، ما انت عم اللي مش قادر يركب اوريدي مشترك بالموتور. فانت بدل الاشتراك بالموتور يعني على السنة تنقول قادر انت تجمع حق سيستم؟ اول شيء حسنات انه هلا النظام الجديد للموتورات صار كله عداد. مشان هيك في كتير ناس انا بعرف بتطفي الموتور، هي بتعمل تقنين على حالها حتى لو هو موجود بتطفي هالعداد لما بيكون في كهرباء. فاذا في كذا سيناريو، اذا انا هلا بدي اخذ اسوأ سيناريو اللي هو انا ما عندي طاقة شمسية،
وما عندي إلا الكهرباء والموتور، شو أحسن شيء أعمل؟ أنا برمج حياتي كلها سوا على أمتين تجي الكهرباء. بس تجي يعني الكهرباء، يعني بوصل مية السخنة دايما على الدولة، بدل عندي دايما مية سخنة، مش وقت أوصل على البيت بدي على. هلأ هيدي أسوأ حل نحن اللي عم نعمله. هو بحس عندك حدا بيقربك عنده موتور؟ لا انا لا انا 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 قلبي انا بالعكس الموتور، يعني يمكن عم بيكره اللي عم بقوله لانه سبع سنين ما عندي موتور. قلت لي قد ايه انا فيني اعيش بلا موتور لاقدر اشتري بطاريه. عم بقول اذا انت ما ركبتي طاقه شمسيه إيه؟ وما عندك سيستم يو بي اس ما فيك تكملي بلا موتور، لانه انت عم تجي الكهرباء اربع ساعات، شو بتعملي بال20 ساعه الثانيين؟ بدك الموتور. مشان هيك نصيحه، نبيع الدهبيات، نبيع الموبايل، نبيع اللي بدكم اياه، بدنا نركب طاقه شمسيه، ما في بديل اذا بدنا نضل عم نلحس المبرد. ما هيك رحت الشمس اربع ايام شاملت. اربع ايام شو هالمصيبه؟ ضو استعملت الموتور، هلا في منهم بيتفقوا مع الموتور انه انا مثلا فتره الشتاء شهرين باخذ منك العداد وبعدين بفصل الموتور وبشيله. عن جد المعطيات ما حبت قال انا محامي الشيطان، لا انا عم فكر لوجيك، يعني اللي عم يحضرنا عن جد عم بفكر لوجيك. لا جاوبتك انا. إيه لا لا انا اقتنعت بس بعدني عم فكر انه في ناس ما لنا قادره. هو انت هلا انا مبسوط انه انت عم تساليني، لانه في ناس بدها الكهرباء بس ما بدها تدفع والفاتوره عاليه ويا نصابين يا حراميه. عم نحكي مع لوجيك برين. انا خططت لها لو وصلت لهون. أي. يعني انا من سبع سنين رحت اتدينت ودفعت طاقه شمسيه، هيدي نقطه، ترتحت من الموتور. انا عملت مجهود انا والولاد والعائله، ضبطنا برنامجنا. بتعرف الولاد مش معودين، السشوار بده يدور بالليل والغساله بده يدور بال. هيدا جريت اكزامبل، يعني انت عم تعطي مثل مثالي وهو الافضل للاستدامه. في شيء بيتعلق فينا، اول شغله نبلش نبرمج حياتنا، هيدي نقطة، نعمل انفستيسمون بالطاقة الشمسية ان كان لتسخين المي يعني ولا للكهرباء. يعني تسخين المي انا اول مرة ركبته بفتكر كان بال 2002، يعني هينة انه انت لغيتي قصة التسخين المي وانت وتقريبا عندنا 300 نهار شمس، انا ولا مرة بتذكر انه مدور شفقه على الكهرباء الا بالشتاء، وقت الشتاء المزبوط. فاذا بدنا نجهز حالنا مهما كلف الامر. هلا الناس يلي رح تجاوبنا وتقول انا ما بقى عندي سطح، جيراني اخذوا كل السطوح، ما عندي. اليوم تقنيات الالواح الشمسيه صارت تسمح انه يكونوا على الواجهات، على البلكونات، على الواجهات اللي بتضرب شمس عليها. بدنا نختم اليوم على امل انه بحلقات ثانيه نبلش نفكر سوا مع هون الناس يلي رح نكون منطقيين. لا ضروري، يعني بدنا فواتير نقدر نقرشهم العالم ببيوتها، يعني عن جد بدها تسمع وبدها تستفيد. اليوم لازم نكون خلصنا من قصه انه الكهرباء وليش فاتورتها هيك. فاتوره عادله جدا. أوكي. الغلط نحن ما نرجلش حالنا. عظيم. ورح نحكي انه بس هالشركه توقف على اجريها اكيد عندها مصلحه انه ترخص اكثر واكثر. واللي عم يحضرنا هلا واذا عندكم كهرباء يعني تركي لكم شي ضو ومضوا طفوا. لا اللي عم بيحضرنا هلا الفحص الجمعة الجاي. خلص شابيتر انا شو ذنبي انا هربت يعني من المدرسة. شكرا لمتابعتكم لهالفقرة مشاهدينا، فاصل ومنتابع.